يقول: ما هي حالة المأموم مع إمامه إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ما هي إيش؟ يقول: ما هي حالة المأموم نعم مع إمامه إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية؟ إذا نسيها يأتي بركعة، ويلزم المأمومين أن يتابعوا، يلزم الإمام أن يأتي بركعة. إذا لم يعلم أو لم يتذكر ترك الفاتحة إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية، إذا قام إلى الركعة الثانية تلغو الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة، وتقوم الثانية مقامها، تصير هي الأولى، ويبني عليها، يبني عليها ويكمل الصلاة ويسجد للسهو، والمأمومون يتبعونه. نعم.